الصناعيه اللي كاينه الان اللي تنفتخروا بها جميع في العهد ديالو، وكان بطبيعه الحال مجهود ديال الرؤساء ديالو، ولكن كان تحت اشراف ديالو هو كمدير. وكذلك في العهد ديالو تراسات الغرفه ديالنا جامعه الغرف، اخرجت واحد المجموعه ديال المشاريع دافعات على المنتسبين بجميع المشاكل ديالهم. اللي نقدروا نقولوا دابا تطرح سؤال واش ربما ما كاينش اعتمادات باش يدار هذا اللقاء. تماما، حنا ما يمكنش ما نقولوش ما كاينش اعتمادات، لان الغرفه ديالنا عندها تقريبا 11 مليار ديال السنتيم، وفيها واحد المجموعه ديال الفقرات اللي فيها هاد الاحتفال وفيها لي ريسيبسيون فيها، ولكن للاسف تنشوفوا ان هاد الميزانيه حنا يلاه كنمشيو كنصادقوا عليها وما كنعرفوش الصرف ديالها فين كيمشي للاسف. وبالاحرى ان تدار لقاءات، ان الغرفه ديالنا ولات ديال الدار البيضاء سطات، ولات بحال اللي قلتي ملحقه ديال وزاره السياحه، ولينا كنشوفوا غير التكريم ديال البراني، تنشوفوا الوفود كتقاطع، كنشوفوا واحد المجموعه ديال الشراكات اللي دائما حبر على ورق، وكتصرف فيها الملايين وتتصرف فيها الملايين، عشرات ديال الملايين ديال الدراهم. وبالتالي كنجيو اليوم ان واحد الاطار عندنا اللي اشتغل 30 عام تيخرج مثلا تقاعد وما كيتمش الالتفات ليه باش يتكرم، رغم الطلب ديال الاعضاء ديال المؤسسه. وهذا تنسجلوه من النقاط السلبيه، زعما تنسجلوا الاستنكار ديالنا في هذا الباب. هذا الديناميكيين المعقولين، واحييهم بحراره على هذه المبادرة الطيبة التي قاموا بها لتكريم هرم من أهرامات الإدارة ديال الغرف التجارية على المستوى الوطني اللي هو سعد هذه الهرم. الشهادة ديالي حق السي عبد الهادي ويوضا اللي غتكون شهادة مختصرة، أنا معرفتش عرفتها بزاف، دونك مختصرة ولكن صادقة. فمعلوم أنه غرفة التجارة والصناعة والخدمات هي يعني من المؤسسات اللي كنخدموا معها في عدة مناسبات عن قرب، واللي الحمد لله دائما في إطار الاشتغال ديالنا معاها كنلقاو السي عبد الهادي ويوضا مفتاح كبير، مهنية كبيرة. فأنا اليوم إلا كنت هنا باش نشكرو على العطاء اللي عطاه كسوسوا الغرفة ولا حتى المؤسسات الخارجية اللي يمكنهم المؤسسة ديالنا، كنشكرو على التواصل اللي كان دائم معنا، على الانفتاح ديالو، المهنية ديالو، على العطاء ديالو في المعلومات، لأن كان شي استشارة اللي ما كيبغيش بها دائما. فشكرا مرة أخرى، ونتمنى ليه إن شاء الله مسيرة تكمل زي التوفيق إن شاء الله على ما أعتقد. سؤال.